الآن مشاهدينا أهلا بكم وجولة إخبارية جديدة نبدأها معكم بأهم العناوين. رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد يؤكد تطلعه للعمل مع رئيس السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي. هيئة السكك الحديدية تعلن زيادة الإيرادات المحققة خلال أسبوع إلى 41 مليون و700 ألف جنيه. ورئيس المجلس العسكري الانتقائي السوداني يعلن إلغاء حالة حظر التجوال وإطلاق سراح جميع المعتقلين. وإليكم التفاصيل. عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا مع دكتور طارق رفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمتابعة معدلات الشكاوى التي يتم العمل على حلها. وخلال الاجتماع وجه مدبولي بضرورة إلاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أهمية خاصة وسرعة التعامل مع الشكاوى المختلفة في كافة المجالات من أجل تيسير الحياة على المواطنين. كانت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء قد تابعت مؤخرا شكوى تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود خطورة داهمة بجسم نفق البصريات عند موقف السلام بمحافظة القاهرة أسفل الكوبري الدائري. أعلنت هيئة السكك الحديدية زيادة الإيرادات المحققة خلال الفترة من الأول إلى السابع من إبريل الجاري حيث بلغت 41 مليون و700 ألف جنيه. جاء ذلك في إطار تنفيذ مبادرة التصدي لركوب بدون تذكرة والتي وجه بها المهندس كامل الوزير وزير النقل. وأكدت الهيئة في بيان لها أن الإيرادات في الفترة المماثلة في الشهر الماضي من الأول إلى السابع مارس من مارس بلغت 33 مليون و400 ألف جنيه لتكون الإيرادات قد زادت في الأسبوع الأول من أبريل الجاري بمقارنتها بالفترة المماثلة في مارس بنسبة 25%. أكد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد تطلعه للعمل مع رئيس السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي لتحقيق نمو أسرع في مصر وأفريقيا. جاء ذلك خلال لقائه بدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. والجدير بالذكر أن البنك الدولي يقدم حزمة متنوعة من الاستثمارات في مصر تتركز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نمو ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لأعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل. وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع بنك يوروكلير لبدء العمل من الجانبين على اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية بالبنك. جاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن. يأتي ذلك لإتاحة التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التي تعمل بها وتفضلها التعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.
شاركت مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة دول العشرين بواشنطن. جاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. أكد وزير المالية محمد معيط على أهمية مواصلة مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي ومجموعة العشرين لجهودهما لدعم مبادرة ميثاق أفريقيا التي أطلقتها المجموعة عام 2017 لمساندة الإصلاحات الأفريقية. أطلقت وزارة الصناعة والتجارة خارطة طريق للدعم التصنيع المحلي لأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية. ووفق بيان للوزارة فقد اعتمدت منهجية إعداد خارطة الطريق على تحليل دقيق للأسواق المحلية والعالمية ودراسات عميقة لسلسلة القيمة والقدرات التنافسية للصناعة المصرية مع انتقاء أفضل فرص الاستثمار المتاحة للمصنعين والجهات الممولة. أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني إلغاء حالة حظر التجوال وإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا بموجب قانون الطوارئ. وأضاف البرهان خلال كلمة له أن الدعوة مفتوحة لإجراء أي حوار مع الأحزاب والمجتمع الدولي وتأكيد الصارم على وقف إطلاق النار، كما أعلن أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل السيادة وتشكيل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع، مؤكدا أن الفترة الانتقالية ستكون لمدة عامين بحد أقصى يتم في نهايتها أو خلالها تسليم الحكم لحكومة مدنية. أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان استقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح والمعروف باسم صلاح قوش من منصبه. وأضاف المجلس في بيان له أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي صدق على الاستقالة التي تقدم بها الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح من منصبه كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات الوطنية. أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيل صالح أن الشعب الليبي سيذهب للصناديق الاقتراع بعد تحرير طرابلس، وأشار صالح إلى حرص ليبيا على التعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب، ودعا الشعب الليبي للوقوف مع الجيش الوطني ودعم عملية تحرير طرابلس والحفاظ على وحدة التراب الليبي. أصيب 4 أشخاص على الأقل إثر قيام مجهولين بإلقاء قنبلة يدوية على أحد المقاهي الصغيرة في مدينة كسمايو الصومالية. ونقلت وسائل أعلام صومالية عن شهود عيان قولهم إن القوات الأمنية في منطقة جوبالاند وصلت إلى مكان الانفجار وفتحت تحقيقا للوقوف على أسبابه وملابساته. من جانبها ذكرت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار. بحثت وزيرة الدفاع الألمانية مع نظيرها الأمريكي مصير المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش، وذلك عقب اجتماع عقد في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. وأكدت الوزيرة الألمانية أن بلادها ستعالج كل حالة على حدة، مضيفة أنها ونظيرها الأمريكي على اقتناع بأن المشكلة الرئيسية تتمثل في جمع الأدلة في المنطقة بشأن النشاطات الإرهابية.
ورياضيا، يسعى النادي الأهلي إلى رد اعتباره أمام فريق ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي في 6 مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية بإياب الدوري ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا. وكان المارد الأحمر قد خسر في لقاء الذهاب أمام سان داونز بخماسية نظيفة لتصبح مهمته شبه مستحيلة في بلوغ الدور نصف النهائي من منافسات البطولة. انطلقت منافسات البطولة الأفريقية 6 للرماية على الأطباق المروحية العالمية بالمشاركة الأقوى في تاريخ لعبة الرماية بحضور 13 دولة، وشهدت البطولة منافسات شرسة في فعاليات بطولة كأس الرئيس وفعاليات بطولة الجائزة الكبرى العالمية، وهي ضمن فعاليات البطولة الأفريقية 6 للرماية على الأطباق المروحية والتي انطلقت اليوم، وتستمر الفعاليات حتى غدا الأحد بميادين نادي الصيد 6 أكتوبر. يحل برشلونة ضيفا على فريق هويسكا في هذه الأثناء على ملعب الكراز ضمن منافسات الأسبوع 32 من الدوري الإسباني. ويدخل البارسا لقاء اليوم متصدر جدول ترتيب الليغا برصيد 73 نقطة، فيما يدخل هويسكا متزيل جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة. وإلى أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود غدا الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا. وإلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ليلة والعظمى غدا. القاهرة الصغرى 19، العظمى 28، وادي النطرون 17 25، الإسكندرية 16 21، مطروح 16 24، طنطا 17 27، المنصورة 16 28، دمياط 18-21، بورسعيد 18-22، الإسماعيلية 19-29، السويس 18-27، سانت كاترين 11-24، شرم الشيخ 21-32، الغردقة 20-34، المنيا 11-18، أسيوط 17-29، سوهاج 18-32، قنا 19-33، الأقصر 19-34، أسوان 20-35، شلاتين 19-33، أحلاي بالصغرى 20، العظمى 28. نهاية جولتنا الإخبارية، وإليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد يؤكد تطلعه للعمل مع رئيس السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي. هيئة السكك الحديدية تعلن زيادة الإيرادات المحققة خلال أسبوع إلى 41,700,000 جنيه. ورئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يعلن إلغاء حالة حظر تجوال وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
مشاهدينا، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية، شكرا وإلى اللقاء.